بسم الله الرحمن الرحيم. في شاب محترم مصري راح اشتغل صيدلي في السعودية، وهذا الشاب المصري عنده عيلة كبيرة بيعولها، أب وأم وأخوات وزوجة وابن. وهذا الشاب المصري واقف في الصيدلية في يوم من الأيام بعد ما جفيله منعه إن هو يرجع، عشان قال له بقى ده احنا محتاجينك عشان العيد الكلام ده. فواقف الصيدلية عادي اللي بيبيعوا عليه في العيد، ففوجئ في واحدة دخلت فبتطلب منه دواء، فقال لها الدواء ده جدول مخدرات. قالت له أنا عايزاه. لا لا، ازاي تقول لي كده؟ ايه كلمة منه كلمة منها. راح جابت مسدس وضربته طلقتين، الموضوع خلص الحال، خلص. طبعا أسرته تلقت الخبر ده، خبر نزل عليهم الخبر كالصاعقة، لأن الأب والأم المكلومين والأخوات وكل دول في بين عشية وضحاها حوالوا ناس بلا عائل وبلا سند غير ربنا سبحانه وتعالى. بالتالي فهم في حالة صدمة شديدة، وفي الوقت نفسه يعني تم القبض على هذه السيدة دون إعلان اسمها ودون إعلان ما هي مراحل التقاضي التي تم من ساعة القبض عليها لحد دلوقتي. احنا عايزين نعرف التحقيقات، عايزين نعرف هي قالت ايه، هي عملت كده ليه. ده لغز سؤال مهم، احنا لازم نعرف هي عملت كده ليه، يا ليه قررت ان هي تنهي حياة هذا الشاب بالغ من العمر 33 سنة، يعني في شرخ الشباب. طيب هذا الشاب تم بالاتفاق مع السلطات المصرية إعادة جثمانه ليتم دفن بناء على طلب عائلته، وتحملت الدولة المصرية كافة التكاليف، وهو ده كان الطلب اللي طلبته مراته في فيديو أو في كذا لقاء ليها مع مواقع مختلفة، وقالت فيها إن هي لا تطلب من الله شيئا إلا إن هي بس مجرد إنه هذا الزوج الصالح الطيب يدفن في مقابر عائلته في كفر دمشوي في محافظة المنوفية في دلتا مصر. شكراً.